بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ونعود نرجعوا لمباشرنا في برنامج كوفي تايم، يلتحق بنا في البلاطو الزميل ياسر كسوري. أيوة أنت انتقتها صحيح، انتقتها صح. صح الحمد لله. أنا الحاجة اللي ما نحبهاش أنه ينطقوا أسمي غلط. حتى ياسمين نهار أول مرة قالت لي محمد ياسمين سعودة، قلت لها ياسمين سعودة، قلت لي حتى أنا نفس أنا نكره لما يقولوا لي محمد خوخي ولا محمد عبد الفتاح خوخي ولا محمد الفاتح، اسم سهل يعني محمد الفاتح. محمد خوخي سهل الفاتح، سهل جدا. هو سهل. اسم تولاتي صعب شويه باش يحفظوه بصح لكن محمد لكن ياسر كسوري الامريكاني سهل جدا. صاير جاتوني امريكاني. يقولون من حميده وعبيده، اجمل الاسماء من حبيده وعبيده. يلا أيوة. لا ياسر اليوم كما جرت العاده عاودنا رجعنا لفقره الثقافه. كما الخطره اللي فاتت انت ما كنتيش وطاحوا عليا في لي ريزو سوسيو قالوا لي ورجعت طبيب. محمد رجعني طبيب بالسيف. واش من الموضوع؟ الموضوع تاع الكورونا فقط باش ننبهوا للمشاهدين الكرام انه كان اجتهاد شخصي مني لنقل معلومات فقط حول مرض الكورونا، لكن لا انت عملت عرض انت انا شفت خلال الكود في الصفحه تاع شروق. نعم كان كان الكود كاين بزاف اللي جاوني دي ميساج بريفي قالوا لي واش دورتها طبيب. نو سي جوست باش ننبهوا فقط ونحسوا لانه كان يوم تحسيسي. اما اليوم عاودنا رجعنا بالفقره الثقافيه كما العاده، لكن قبل الثقافه نعم احنا طرحنا سؤال لجهه ودي يعني حاب ندخل باش ندخلوا لي. لا اكيد يعني زعما طلب مزروب يعني يشوف فيه هو مضار يعني بعقله ويتقل اليوم راه مزروب. يلا ياسر التنمر هي المشكل انه انا كنت نعرض الناس للتنمر. يعني انت كنت امال هذه حالات جيده للدراسه انه ياسر كنت تتعير الناس. يعني كنت نعير الناس بصح في الصغر كنت شويه قبيح. وش العباد اللي بالك لصقت فيهم الاسماء؟ كاين عباد كاين كيما كاين بدات كاين سكوتش كاين واحد سميته سكوتش. سكوتش بالك يلصق بزاف اللي سي كنا كيما نروح ونقراو تلقاه يلصق في عفسه سميتو سكوتش. ولصقت فيه سكوتش. تسمى انت ما تعرضتش كاع للتنمر، كنت انت كان ناس ضحيه ليك. ما نقولوش ضحيه باسكو انا لو كان هذاك الوقت كنت نعرف باللي حاجه تضر الناس كنا ما درناش. شنو يصير لي روحي جهه ثانيه الضمير راح ينتحر. قول ضحيه والله يحكم له لك هذا. قول ضحيه دوك كان انا عندك ضحيه لكن معليش ربي يسمعك. طلبت منهم السماح ولا لا؟ لا ما طلبتش. على المباشر طلب منهم السماح. بيان سور اللي راكم تتبعوا فيا سكوتش سيرتو سكوتش على بالو باسمه نقول لك اسمح لي بالبزاف اذا كان سما ضرك هذا الاسم نعاود نبدله لك باسم مليح ان شاء الله. وانت ما تنمروش عليك الان ما مشيت نقول لك تشبه سي ولا غتنمروا عليا خطره على بالك في واحد ليميسيون في قناه خاصه وحده من الرسامات رسمت لي بورتري. اها وهذاك البورتري ما كانش 100% يعني صوره تبقى الاصليه فخرجت نشبه الكابتن ماجد. اجمل يعني شكون عندك كابتن ماجد عندك بغداد بونجاح في زوج. صح بغداد بونجاح صح يشبه له بزاف صح كابتن ماجد. هذه ديجا التنمر تعرضت للتنمر من توجهك طويل توصل العلاقه مع كابتن ماجد بالك هي كان في راسها ترسم كابتن ماجد ما جابتك التصويره قالت لك والله غير ياسر ماشي مشكل انه يشبهوني لبزاف عباد واحد يشبهك الرغيس واحد يشبهك مراد مقني اليبوكي كان يلعب في ليكيب ناسيونال واحد بغداد وجه جزائري وجه جزائري. هي خلاص راكي عاودتي رجعتي مانيش امريكي سما صاير ماشي مواطن امريكي. يلا ياسر قلنا نروحوا للثقافه دوك على بالك انتم ضحكتوني كونسونتري. يلا على بالي بلي كل مره توجدنا اشياء غريبه في سواء مواعيد ولا اكيد راح تكون عباره على مواعيد واللي محطوط على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. نبداوها دائما من الادبي وبالتسلسل دائما راني نرتب في الاخبار. نطلب فقط من امير بودومي المخرج تاعنا انه يعطينا الصوره الاولى. يلا الصوره الاولى لوزيره الثقافه اللي كانت الاسبوع الفارط استقبلت مديره مكتب اليونسكو بالمغرب بالرباط. استقبلتها عندها في المكتب من اجل طرح الكثير من المشاريع الثقافيه كذلك لحمايه هو من بين الامور الجميله اللي خرجوا منها هو حمايه التراث الجزائري كل ما هو تراث جزائري سواء لبس او غناء او كل ما هو جزائري لانه نعرفوا ان الجزائر تعرضت في الكثير من المرات السطو يعني الى السطو في الكثير من مثلا لما نذكروا اللباس التقليدي تاعنا كاين ما نسب للمغرب يعني احنا ما ندخلوش في التفاصيل لكن ما هو جزائري يبقى جزائري. تعرفت بروفوكي في ياسمين سعود
سعودة وياسمين سعودة إذا بدأت تدافع على بالي القضايا هذه القضايا كلها روية. يعني راهي في اليونسكو راهي على قيد الدراسة أنه يتأكد منها حتى المغاربة يعني فيما يخص اللباس التقليدي رغم تشوف المؤرخين كلهم حتى المسلسلات الوثائقية ولا حتى الأفلام الوثائقية يعاودوا يكرروا أنه هذه الأشياء جزائرية وباش نغلقوا الموضوع نخلوا لا أكيد نغلقوا الموضوع لكن ما نخليوش فيه لبس ولا رايح يكون فيه تبادل ثقافي بين الجزائر ومختلف الدول العربية حتى لأنه نعرفوا أنه التبادل الثقافي رايح يفتح أبواب كثيرة هذا نقطة جميلة اللي كانت طرقت لها الوزيرة بن دودة نحيوها بالمناسبة مثل هذه النشاطات اللي لازم تقوم بها كوزيرة نروحوا للصورة الثانية على بالي باللي في نفس السياق تاع الوزيرة لكن نزيدوا نروحوا للصورة اللي بعدها أمير والصورة اللي بعدها في المسابقة الأولى من نوعها اللي نظمها الديوان الوطني للثقافة والإعلام أول دورة تدريبية مجانية في التنمية البشرية بعنوان مفاتيح النجاح لبناء الإنسان هنا مدبية محمد انت على بالي باللي راك معايا في هذه النقطة فيما يخص التنمية البشرية للتنبيه فقط راح تكون اليوم في قاعة الأطلس على الساعة هي كانت بدات على ونعتذر لانه المنظمين تاعها كانوا يوم الخميس ضيوف هنا في بلاطو تاع كوفي تايم وهم عرضوني يعني وعرضونا كامل لكن ما قدرناش نشرحوا انا في المباشر انا حكينا عليكم وحكى عليكم اكيد لازم نطرقوا الموضوع لانه موضوع مليح كاين بزاف الناس اللي التنميه البشريه ما تعطيهاش حقها وتقول بانه التنميه البشريه ماهيش علم دقيق ولا ماهيش التنميه البشريه حتى النبه هي وسيله ل التطوير الذات لتطوير الشخصية يعني يمكن الإنسان بدون أن يستعين بشخص آخر يمكن يرفع من معنويات نفسه يمكن أنه يلقى حلول لمشاكله بطريقة يعني بتفكير منفرد فقط كاين في التنمية البشرية كاين تقنيات وأساليب المدربين الدوليين ولا الخبراء تاع التنمية البشرية هما اللي يقوموا بتعليم هذه التقنيات لكل المشاركين ضريت تحضر دورات في التنمية البشرية شاركت في دورات وانت ياسمين لا أنا ما كانش حصل لي الشرف أنه حضرت الدورات كما هذه ولكن ربما أنه قريبا نحضر نشوف وشن هو الفارق أنا هذه تنمية صالحي مع حكاية كبيرة جدا يجي نهار ونحكيها لازم لأنه الآن المشاهدين موسوعة في الحكايات لا لأنه جبت واحد هو الآن هو الأول على المستوى الوطن العربي في التنمية البشرية دكتور أحمد عمارة المصري أيوة. كنت حكيت معك كانت الضيفة ديالنا وحضر معايا في البلاط وانا لما حكيت معاه انه التنميه البشريه هل هي علم صح كان منه ولا يعني مجرد بيع وهم للناس كيف تصطادين عريسا وكيف تصبح ثري في سبعه ايام وكيف فيعني تلقيت حجم تعليقات ما شاء الله من المتابعين تاعه وبالتالي خليني يعني ما نعطيش رايي في هذا الموضوع لا فقط احنا باش احنا واش هو دورنا كاعلاميين ولا نقلوا رساله ولا نوعيوا الجمهور اللي راه يتابع فينا بانه هذه الدورات التكوينيه رايحه تضيف لك اضافه اكيد يعني ولا حتى الانسان انه كيشوف شيء كما يقولوا يفلتر يصفي الشيء اللي يساعده ياخذوا لي شيء ما يساعدوش ما ياخذوش اكيد خاصه اخر دورات اللي كانت في التنميه البشريه قبل هذه الدوره اللي نظمها ديوان الوطن للثقافه والاعلام كانت في الاوبرا الجزائر العاصمه وكان تسعيره الدخول 5000 دينار جزائري يعني 5000 دينار كاين كثير من الناس استغلوا الدخله لكن نشوفوا للمحتوى تاع هذيك الدوره واش راح يكون ترجع لك كفائده فالناس لا تقدر مثال يعطيوها اهتمام اكثر نروحوا وين نروحوا؟ نروحوا مباشره الى المسرح ومسرح الطفل بالتحديد واليوم موعد اليوم في قاعة سيراميسترا بالجزائر العاصمة في عرض مسرحي للأطفال أختي فرح لفرقة الأحلام المتكونة من أطفال تتراوح أعمارهم من 6 سنوات إلى 13 سنة هذا شيء جميل كانت انطلقت وتزامنا مع انطلاق حصتنا كوفي تايم أكيد هذا مثل هذه المسرحيات اللي دائما أن نذكروا انها هادفه ومليحه للاطفال نروحوا مباشره الى الصوره اللي بعدها والصوره اللي بعدها دائما ايضا سينما. نلقي الضوء على الافلام والبرامج السينمائيه المقترحه في لاصال افريكا القاعه الافريقيه
راح يكون عدة أفلام، منها الجوكر، جومانجي، باد بويز، الكثير من الأفلام حتى يعني يتسنى. أنا الجوكر ما ننصحهمش يشوفوا، حسيت خيبة أمل كي شفته، ما هوش كل واحد يحب النهاية. لا ما عجبنيش هذه المرة، ما كانش الكل، كل اللي تسقسي على الجوكر يقول لك لا ما هذه المرة. ويبقى رأيك ياسمين، لكن ياسر عجبته، عجبتك النهاية؟ لا الجوكر هو ضجة، صنع ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى أخذ جوائز. روحوا للصورة اللي بعدها مباشرة، والصورة اللي بعدها رايحة تخلي ناس وهرا في قاعة السعادة على موعد اليوم على الساعة 6 مع العرض المسرحي خاطيني من إخراج المتألق أحمد رزاق، المسرحية الجميلة اللي كنا تحدثنا عليها سابقا محمد لما عرضت هنا في الجزائر العاصمة بالمسرح الوطني، وكانت مسرحية هادفة فيها الكثير من المشاهد الجميلة والمثيرة. روحوا للصورة اللي بعدها أمير. اللي بعده يما. الصورة اللي بعدها وتزامنا مع عيد المرأة 8 مارس، الديوان الوطني يخصص يعني الكثير من النشاطات الثقافية منها الفيلم، هذا الفيلم يما لجميلة، شيء جميل أنه رايح يعرض في عيد المرأة وفي كل من القاعات اللي شاهد فيها المشاهد الكريم، في وهران، في خراطة، في قسنطينة، عين بيضاء، الجزائر العاصمة، وأم البواقي، في مختلف الفضاءات التابعة للديوان الوطني للثقافة والإعلام. بنروحوا للصورة اللي بعدها مباشرة والأخيرة، الصورة اللي بعدها رايحة تكون أيضا لفرقة الزيار اللي رايحة تكون اليوم في سينما الساحل بشراقة بالجزائر العاصمة. كل عشاق الموسيقى فلافيشة، هما كانوا في هذه لفنون وثقافة، فنون كانوا وثقافة. أكيد في البرمجة لأنه يبرمجوا بشهر قبل الموعد، كانوا يحطوا باللي فيه 28، قالوا سما السبت يطيح البريمي، وكانوا غلطين المبرمجين. نأكدوا أنها اليوم راح تكون على الساعة، وغلطوا في الشهر يعني، غلطوا في الشهر باش يكتبوا البريمي مارس، كتبوا البريمي فيفري، البريمي مارس يكتبوا 29 فيفري، يلا المهم الناس راح يعني تستمتع وتحضر. معليش، ومن هذا الصورة ننتقلوا للصورة اللي بعدها والأخبار اللي تعجبها ياسمين. نروح عربيا الآن لأخبار الثقافة عربيا. كان غياب عادل إمام عن التتويج ولا التكريم اللي كان من المفترض مبرمج أن يكرم في مهرجان السينما للمركز الكاثوليكي، وذلك بسبب المرض كما أكد. روحوا الصورة اللي بعدها أمير بسرعة. أكد نجله رامي إمام المخرج، أنه الوالد يعني يعاني من المرض، لأنه في الآونة الأخيرة كانت ليه جلسات تصوير لأنه يحضر في عمل مسلسل في عمل رمضان، أنه كان ليه عليه ضغط كبير، لهذا كان غاب على هذا التتويج. وكان ما شاء الله الشائعات اللي خرجت يعني ياسمين قلت لك يعجبوها الأخبار يعني. أنا أخبار فنية. كان للإشارة فقط أنه أكد رامي إمام في هذا التكريم اللي كان ناله عوضا عن والده أنه والده غير مصاب بداء الكورونا كما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي. للصورة اللي بعدها، ودائما نبقى عربيا يعني. وفي آخر صورة لنهار اليوم، الفنان عمرو دياب يؤجل الحفل اللي كان مزمع أن يجرى اليوم في 29 من هذا الشهر لأسباب تخص أنه تزامنا مع الحداد المقام بمصر لوفاة الرئيس السابق حسني مبارك. هذه هي آخر الأخبار اللي كنا تناولناها لنهار يعني اليوم. الكل شفنا حتى ردود أفعال المصريين والفنانين العرب أنه كانوا ضامنوا مع 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 الأهل ديالو، والوفاة تاع الرئيس السابق لمصر، وحتى الرئيس الحالي السيسي كان دار على تويتر تغريدات كثيرة، وكان حتى شفنا المصريين كلهم تعاطفوا مع رحيل الرئيس السابق. أكيد، وهذا رئيس بلدهم ولابد أنهم يتفاعلوا. كانت هذه آخر أخبار. شكرا لك ياسر، عجبوك عجبوك لا لما ما علقتش عليك ياسمين فأكيد أخبار. شكرا لك ياسر، هذه الجولة المتنوعة في أخبار الثقافة. شوين نروحوا الآن؟ نروحوا فاصل فاصل أكيد المفاجأة نوع.